كيف حالكم؟ معكم راني، واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سبور لينكس. انا خبير البرمجه المعلوماتيه وهاوي التصوير الفوتوغرافي الفلكي. على الفيسبوك الناس تسال شويه اسئله، فانا هيك شائعه شوي. هي اصلا المجموعه اللي عندي اياها من الاسئله الشائعه هي كلها اسئله جغرافيا اكثر من اسئله في علم الفلك، يعني صراحه. اوكي، بس نحن نجاوب او راح جمعت هاي الاسئله لانه شائعه كثير وخلينا نحكي عنها. اوكي، فخلينا نبلش بالاول. بقول لك ليش ما بنقدر يعني نتجول بالفضاء الا لازم يكون في بدله فضائيه. اوكي، لازم يكون لابس البدله يعني، تمام؟ مش بدله العدس. اوكي، هاي انسى احلى. فازم اول شيء واحد قال لك رد على هذا على السائل، قال لك انت ليش بس عم تطلع بالجانب الفارغ من الكاس فقط؟ اوكي، ايش بتسال؟ شو فائده من انه الفضاء ما فيه هواء؟ هو في مواد اخرى، في هيدروجين وفي هيليوم وكثير شغلات، بس ليش ما فيش هواء؟ تركيبه الهواء كله على بعض. اوكي، فبقول لك الجواب ببساطه، لو كان في هواء لما كان هناك حياه على الارض وسبب انتشار الاشعاعات الكونيه الضاره. اوكي، ناهيك عن ارتفاع بدرجات الحراره اللي لن تحتمله ابدا، ناهيك عن الاصوات المخيفه التي ستنتشر وصولها للارض في حال كان ظروف مناسبه في الفضاء لدخول انسان بدون بدله. وواحد ثاني بقول لك كمان صحيح، وكذلك الحمايه من الصوت، الفضاء تنتشر فيه الاصوات بشكل مختلف بدون وجود هواء كوسيط، هذا يعني ان اي صوت ينتشر في الفضاء راح يكون قوي للغايه او قد يكون مزعج او مؤذي بالنسبه للحياه. يعني تخيل انت واحد مثلا، تخيل النجم الطارق، اوكي، طق 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 وكمان يعني الحفاظ على ضغط الجو المناسب في الهواء، يحافظ على الضغط الجوي المناسب، الهواء بيساعد تحقيق الضغط الجوي المناسب على سطح الارض، واللي بيسهم في استمرار عمليات حيويه مثل التنفس ودوره المي. ذلك يمكن القول بان خلو الفضاء من الهواء ضروري لبقاء الحياه على الارض، بدونه ستصبح الفضاء سيصبح الفضاء غير مناسب لوجود كائنات حيه زي ما احنا بنعرف، تمام؟ وكمان واحد ثاني بيقول لك بسبب اختلاف الضغط، لازم تقول له ليش لازم تلبس بدله يعني، وهذا عم جاوب على هيك على الطريقه هاي، ليش لازم تلبس بدله؟ فبقول لك هو لازم بسبب اختلاف الضغط، فاذا ما في خوذه لابسها، اوكي، بتعصب، اوكي، اذا مش لابسها طبعا راح ينفجر جسمك دغري، اوكي؟ بسبب انه ما في اكسجين بالفضاء، وكمان ثالثا انه البدله بتزيد من الوزن بسبب قله الجاذبيه في الفضاء، والبدله فيها ميكروفونات التواصل لانه ما في هواء بالفضاء، طبعا بصير وايرلس كله لاسلكي، تمام؟ وبعدين كمان شغله مثل اللي بتسلق الجبال، يعني انت كل ما بتطلع وكل ما بتصعد بالجبال مثل جبال مثلا اللي بوصلوا بجبال هيمالايا وباكستان، يعني بالهند وباكستان والصين، اوكي، فوق، اوكي، بيوصل لمرحله خلص لازم تلبس انينه، عرفت كيف؟ لازم تلبس انينه اكسجين، اوكي، تحملها معك. طيب، وكمان انه عدم القدره على التجول في الفضاء بدون بدله فضائيه يعود لعده عوامل رئيسيه تتعلق بظروف الفضاء واختلاف عن بيئه الارض، مثلا ذات الفضاء الخارجي مائل لغلاف جوي مثل الارض، يعني ما في هواء لتنفسه، طبعا احنا بدنا هواء لتنفسه، اوكي، بدون وجود هواء في الفضاء ما حنتنفس بشكل طبيعي، الفضاء الخارجي يعتبر فراغ شديد الندره، انه مش انه ما فيه مواد، لا في مواد بس يعتبر فراغ، اوكي، بحيث تكون ضغط الجو قريبه من كثير من الصفر، اوكي، صفر التام قريب كثير، فهذا الضغط المنخفض جدا يؤدي الى تبخر السوائل بشكل سريع، ويمكن ان يؤثر على توازن الغازات في الجسم البشري.
وبعدين بالفضاء تتأثر درجات الحرارة بشكل كبير، بحيث أنه يمكن أن تكون درجات الحرارة في الظلام العميق للفضاء منخفضة للغاية، بينما ترتفع بشكل كبير عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة. هذه التقلبات الحرارية الشديدة يمكن تؤدي إلى خطر على حياة البشرية. والفضاء كمان معرض لأشعاعات شديدة من الشمس وغير مصادر الأشعاعات الكونية مثل أشعة أكس وأشعة الكونية الكوزميك رايز والأكس رايز هيك أظن الإنجليزي. وبعدين البدلات الفضائية مصممة حتى توفر درع واقي يحمل يعني يحمل رائد الفضاء من هاي الإشعاعات الكونية. أوكي. كمان بدل الفضاء تصمم خصيصا لتوفير الحماية والدعم الضروري للرحلات الفضائية، بما في ذلك توفير الهواء والحماية من درجات الحرارة المتقلبة والإشعاعات الفضائية. بدون بدل الفضاء لا يمكن للبشر البقاء والتحرك بأمان في بيئة قاسية وغير مألوفة في الفضاء الخارجي. كمان عندك الحماية من الإشعاعات الكونية مثل جاما وأكس وخلافه. تمام. طيب السؤال اللي بعده بقول لك ليش الأرض أوكي هاي كرة أرضية ليش ما بتسدش السحب اللي محيطة فيها أوكي حتى تلتصق فيها؟ فقالك واحد تاني طب ليش السفن اللي ملايين الأطنان أو مش عارف كم ألف طن يعني بنحكي إنه رقم كبير من الأطنان ما يعني بتطرد بالأرض؟ أوكي ببساطة كثافة حبيبي، كثافة وقوة توازن فيزيائية. ف يعني قصص مبدأ أرخميدس بالدق أوكي بالنسبة للطوف. أوكي إذا أنت شو اسمه يعني من الآخر أوكي بقول لك لأنه نفس التوازن القوى الفيزيائية المؤثرة على الجسم ما معادلات رياضية تحدد كيف تتصرف الأجسام. أضف لذلك أنه في حال زيادة كمية الهواء في الماء تغرق الأجسام فقاعات الهواء بسبب تغيير كثافة الماء والتوتر السطحي بسبب الفرق بين كثافة الهواء والسحب. المهم هي القصة كلها بتلعب على شو؟ على موضوع الكثافة السحب. السحب غاز أوكي؟ السحب عنده كثافة أقل من الهواء تمام؟ عشان هيك بتضلها ضايفة فوق الهواء أوكي؟ بس أنت يوم جو بارد أوكي؟ راح تكثف السحب تمام. فالسحب هتكثف تصير تحصل على مطر يعني انت حصلت على مي، المي اقل كثافه اكبر كثافه من الهواء تلاقي صار اوكي ها حتى السرعة اوكي. بقول لك ليش جاذبيه القمر تاثر فقط على البحار؟ بقول لك بتاثر على السوائل كلها وعلى كل شيء اوكي منها دم الانسان. لما يصير القمر بدر بتصير نسبة اضطراب الهرمونات السوائل في الجسم عالي اوكي. وبعدين ليش ما بنلاحظ تأثير جاذبية القمر على الأنهار وكل يعني مثل دجلة والفرات والنيل وخلافه والمسيسيبي كله اوكي؟ وليش ما في تأثير لجاذبية القمر على الغلاف الجوي للأرض؟ اقول لك لا نلاحظ تأثير جاذبية القمر على الأنهار مثل دجلة والفرات بسبب بشكل كبير لعدة أسباب. جاذبية القمر أضعف بكثير من جاذبية الأرض، فعلى سطح الأرض تسبب جاذبية الأرض تسارع الأجسام أوكي بحوالي 9.8 متر بالثانية. هو مش 9.8 بالضبط معنى صفر يعني خلاص معنى 8.1 هيك ممكن تكون معنى صفر حسب وين منطقتك على الكرة الأرضية أوكي. عملت برنامج عن هذا الموضوع أوكي بعلكم على التليفون بياخذ جي بي اس تبعك عن طريق موقعك أنت على الكرة الأرضية بتعرف قديش التسارع تبع الكرة الأرضية في حسابه يعني اوكي. بينما تسبب جاذبية القمر تسارع بيجي للسدس طبعا يعني لانه الجاذبية تبعية القمر اقل من جاذبية الارض للسدس اوكي. وبعدين ايضا تعد الانهار اصغر بكثير من المحيطات مما يقلل في تاثير جاذبية القمر على مستواها. وبعدين كذلك تتدفق الانهار بسرعة مما يقاوم تاثير جاذبية القمر. وايضا كمان تؤثر عوامل اخرى مثل تدفق المياه من المنابع وجذوبان الثلوج والامطار على مستويات الانهار بشكل اكبر من تاثير جاذبيه القمر. اما بخصوص الغلاف الجوي نفسه فكمان جاذبيه القمر تاثير على الغلاف الجوي للارض اوكي. جاذبيه القمر لها تاثير على الغلاف الجوي تبع الارض اوكي. لكن تاثير ضئيل لا يلاحظ بسهوله. تسبب جاذبيه القمر مد وجزر في الغلاف الجوي اسمه المد والجزر الجوي مثل ما بصير على البحر في
لأنك مد الجزر كمان. بس تأثير المد وال يعني تأثير المد وجزر الجوي ضعيف نسبيا بسبب تغير في ضغط الهواء بحوالي 100 ميكرو باسكال. امسح شو الباسكال هون. اولا لما جاذبية القمر شو بتعمل؟ اعتبر هاي الكرة الأرضية قد على يعني هاي البوكس اللي أنا عامله هالقبضة اللي عاملها هي كرة الأرض. الغلاف الجوي حامية يعني بقى مهم حامية أو مغطية هيك ككرة، لأن كرتين بقلب بعض تمام؟ القمر بيكون واقف مثلا من هون، هو شو بيعمل؟ بشدة هاي بتصير هيك وممكن كمان تمغط. فهمتني كيف؟ بتصير في مطرحة في منتفخة ومطرحة ثانية لا، أوكي؟ هلا شو اسمه؟ وبعدين تأثير بقول لك المد الجزر الجوي ضعيف نسبيا بسبب تغيير في ضغط الهواء بحوالي 100 ميكرو باسكال. طيب شو الباسكال؟ باسكال هي وحدة قياس الضغط. هو العالم الفرنسي اللي اشتغل عليها اسمه باسكال، هو اشتغل على موضوع الضغط. اوكي الباسكال، الباسكال الواحد بيساوي نيوتن. ما هي اصلا شو الضغط؟ بتجيب القوة على المساحة، تقسم القوة على المساحة. اوكي هي مش بس القوة، هي الوزن اصلا، الوزن هو نوع من القوة. اوكي اذا الوزن على المساحة، اذا كانك انت واقف على الارض تمام. هلا يعني انت عم تحكي بنيوتن تقسيم شو متر تربيع. اوكي متر سكوير، نيوتن بير متر سكوير، هيك بالعربي الانجليزي. اوكي فانت لو كنا عم نحكي، لو كنا عم نحكي على بس على الارض، لانك مش انت الضغط باختلاف الكواكب بيختلف النيوتن عندك هناك. اوكي انا بتحكي عن الوزن بيختلف من كوكب للثاني، بس احنا نحكي بس على الارض عندنا، فكانك بتصير تحسبها شو الماس الكتله على المساحه. اوكي يعني بنصير فينا نحكي ببساطه على الكيلو جرام بالمتر سكوير، بالمتر مربع. يعني تخيل انت عندك 100 ميكرو باسكال تمام. الميكرو يعني بتحكي انت واحد على مليون تمام، يعني عم تحكي على واحد، يعني كانك عم تجيب الباسكال تضربها بواحد على 10,000. اوكي ان شاء الله تكون حاسب صح ماشي، ايه لانه صح ضربنا صفرين ماشي، فواحد على 10,000. اوكي فتخيل انت الضغط كيف بصير كتير صغير على 10,000، فهمت شو؟ يعني واحد من 10,000 جزء اوكي من قدره الضغط. وبعدين يعد تأثير المد الجزر الجوي أضعف بكثير من تأثير المد الجزر في المحيطات، بحيث أنه يسبب تغير في مستوى سطح البحر يصل إلى عدة أمتار. وهناك عوامل أخرى تؤثر مثل دوران الأرض والرياح والتغيرات في درجات الحرارة على ضغط الهواء بشكل أكبر من تأثير المد والجزر الجوي. وبقول لك كمان بكرر أن تأثير جاذبية القمر على الأنهار ضئيل لا يلاحظ بسهولة بسبب الصغر على حجم الأنهار طبعاً، سرعة جريانها، سرعة حركتها. أوكي وتأثير العوامل الأخرى مثل تدفق المياه من المنابع. ويوجد لتأثير يوجد تأثير لجاذبية القمر على الغلاف الجوي، لكن تأثيره ضئيل يعرف المد الجزر الجوي. أوكي يعد تأثير المد والجزر الجوي أضعف بكثير من تأثير المد والجزر في المحيطات، وتؤثر عوامل أخرى على ضغط الهواء بشكل أكبر. هاي الإجابات اللي أنا لقيتها عبر الفيسبوك، وبعرف إنه ممكن يكون بعض منهم مش هالقد، بس هذه. أوكي هلا في واحد عاد يسأل إنه لماذا توقفت ناسا عن اكتشاف أعماق المحيطات؟ أولاً هذا السؤال خطأ. ليش؟ لأن ناسا ما خصها بأمور أعماق المحيطات أصلاً. أصلاً هي شو اسمه؟ ناسا اختصار ل National Agency for Aerospace أو شو؟ يعني هي مسؤولة. اوكي خلينا بس نطلع على النت ما بقصر. اوكي بس هي يعني لها علاقة. اوكي اوكي National Aeronautics and Space Administration. اوكي National Aeronautics and Space Administration يعني هن مسؤولين عن كل امور الفضاء والطيران. اوكي ما خصهم بأمور البحر. إذا بدك تعرف مين هالناس مسؤولين بأمريكا عن البحر أوكي وعن المحيطات جوا،
في ناس ثانيين اسمهم NOAA، اوكي، هن مسؤولين عن يعني اسم هاي NOAA اذا بدك تقول National Oceanic and Atmospheric Administration، يعني كل شيء متعلقات بالطقس اتموسفير بالغلاف الجوي، اوكي، وبالبحر بالمحيطات، ما خصهم بشيء ثاني يعني له علاقه بالفضاء فوق لا مثلا المريخ وهيك، لا ما خصهم، يعني علاقه بالسماء كطقس، عرفت شو قصدي؟ شو بصير بطبقات الغلاف الجوي نفسه، اوكي؟ فهي يعني العلماء اللي بيشتغلوا معنا، واحد من العلماء يعني كيف بين ما انا مخرج علوم حاسبات، احنا علماء، فهي هيك مثل ما واحد بخرج هندسه بصير مهندس، فهمت شو؟ فعندنا العلماء تبعين هون، اوكي، بدرسوا السماوات، اوكي، والبحار، السماوات يعني طبقات الغلاف الجوي، اوكي، فما السؤال مش بوارد. وبعدين في شغله كمان، هدول في ناس لازم يتادبوا شوي بهذه النقطه، ناس مش دفاعا عنها، بس اخوان اللي عنده مشكله مع ناس يروح يعني يرفع دعوه عليهم، اوكي، من الاخر يعني، مش انه هيك جد، اذا انت عندك مشكله تحقيق تاريخي وانت شايف كل شوي بتحكينا على القمر طلعوا ما طلعوا، من الاخر روح ارفع دعوه عليهم من الاخر باختصار، يعني كشغله بدهاش هالقد، يعني تتعبش حالك قاعد تناقش الناس على الفيسبوك هل كذبوا وما كذبوا، ايش قصدك فيهم انت؟ ليش تعب حالك في الموضوع؟ انا ما عم بفهم، اوكي؟ ما في وكالات فضاء ثانيه اخرى هلا، يعني هلا احذف لي قصص اللي صارت بالستينات، هلا نحن عم نحكي هلا سالي سمع ما انا ورا، اذا حد بده يفتح معي السيره انا مش حفتح، لانه انا مش ما لي طائل فيها اصلا، اوكي؟ تجي تربط السياسة في الموضوع، أنا طز، إحنا جايين نحكي علم مش جايين نحكي سياسة، فاللي جاي بده يحكيني علم أنا أهلا وسهلا فيه، تمام؟ إذا بدك تجي تحكيني تحقيق تاريخي مشان إنه مقارب سياسية، لك أنا بخص شو طالع لي أنا، أنا لسه مش طالع لي الموضوع أي شيء ولا فرانك واحد، تمام؟ فأنا مش حضيع وقتي معك، تمام؟ طيب، سؤال كثير مهم، هذا كثير 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 مهم هذا السؤال، تمام؟ بقول لك هذا ما لقيت جواب عنده، شبابنا العرب بيعرفولوش، اوكي، بيعرفوش حتى عندنا، لاحظت هذا الشيء، بيعرفوش يجاوبوا، يعني نادرا ما تشوف حدا بيحكي بجاوب بشكل انه مو بس علمي اكاديمي، اوكي، مش واحد هذا جاي من الطريق لا مخلص علوم حاسبات او مثلا لا مخلص علوم فيزياء او رياضيات وجاي بده يجي يحكي، اوكي، ولا مخرج على الاقل من كلية علوم، اوكي، وجاي بخارط علينا على الفيسبوك، تمام؟ فاذا الهيدروجين بقول لك اكثر عنصر متوفر في الكون، فبقول لك منين بيجي؟ اوكي، اذا كانت كل النجوم بتحرقه وتحوله لهيليوم، ليش ما بينفذ الهيدروجين او يقل؟ اوكي، يعني معتبرين كانه في الموضوع بالاساس كانه هو انينه وعم تنسى انه النجوم عاد بتشرب منه، اوكي، في انينه هيدروجين والنجوم عاد بتشرب منها، هلا هو غاز فاهم بس الاصل او عم بتحرق منها، كيف عندك الوعاء فيه هالهيدروجين عاد خلصت، وين في بعد بدك تعمل نجمين؟ اوكي، هلا هذا لقيت الجواب عليه بستاك اكسشينج بمنتدى ستاك اكسشينج بالمنتدى الفرعي تبعه اللي هو عن علم الفلك، اوكي، عن الاسترونومي. فبقول لك في يعني شو سموه، في شغلات بسموها بالانجليزي مسكونسبشن، يعني معناها انك انت فاهم الامور غلط، في سوء فهم، يعني كذا الامور فهمان واصلت لك المعلومات غلط، اوكي، بهذا السؤال في اخطاء، اوكي. اولا النجمه ما بتستهلك وما بتشفط كل شيء حواليها، اوكي، فبقول لك اياها بالانجليزي star does not vacuum everything، vacuum ركز على كلمه vacuum حاطه بالمايل، does not vacuum يعني مش جاي زي اللي جاي مكنسة كهرباء فات فيها، عرفت شو؟ لا، اوكي does not vacuum everything in its vicinity، في محيطها في فسحتها، اوكي، هيك يعني هذه النجمه وحواليها يعني لا ما مش بتاخذه نص كله، اوكي، لكن هي بتتشكل من يعني تكثف في ما يسمى هون، يعني ترجم الكلام، ما يسمى هون في شيء اسمه سحابة غاز، اوكي، اللي هي بدورها بتنهار وبتتحول لما يسمى بروتوستار، اوكي، بتكون بكون حواليها شو يعني البروتوستار هي يعني نواه يعني النجمه اللي هي بتكون نواه لبدايه نجم، اوكي، عادي، تمام،
فهي بتنهار على حالها. اوكي الكتلة الغاز اوكي وبتتحول لما يسمى البروتوستار. اوكي وبكون محوطة هاي النجمة هيك مثلا البروتوستار، نجمة البروتوستار بكون حواليها زي قرص هيك من الغاز. اوكي واللي هي واللي هو بيساهم ايه واللي هو ممكن يساهم في مواد اكثر. اوكي يعني هذا شو اسمه قرص الغاز هو بيساهم باعطاء مواد اكثر للنجمه. اوكي مجرد ما تشكل بهالطريقه اوكي النجمه بشكل نموذجي اوكي ما بتستحوذ على غاز اكثر. اوكي في بعض الاستثناءات على هيك النجوم اللي هي مثلا في عندك السيمبيوتيك باينري ستارز. اوكي خلينا نشوف شو معنى كلمة سيمبيوتيك. اوكي هلا النجوم الثنائية يعني تكافلية. اوكي سيمبيوتيك باينري ستارز ايه النجوم الثنائية التكافلية. اوكي هلا مثلا تاني شيء النجمة اللي إلها كتلة بتكون أكبر من كتلة الأرض أو الشمس. والله مش عارف لأنه حاطط هو أم ودويرة ونجمة نقطة فيها أظن بظن الأرض أو الشمس واحدة هن واحدة من اثنين هذه واحدة. فبيكون أظن الأرض هي أكثر مش بتذكر والله بس إنه هي هيك في هذه إنه في عندك حجم أو كتلة معينة بس تزيد عنها. أوكي راح بشكل يعني كيف بدي اقول لك راح بعد فترة طويلة حاطه بين لأن بتعاني من ما يسمى سوبرنوفا. سوبرنوفا يعني شو اسمه نجم مستعر. اوكي واللي بتكون اغلب المظروف تبعها اوكي بيكون يعني رايح مرمي بالفضاء. اوكي فالغاز هون راح بشكل يكون يعني الغاز اللي هون راح يكون بشكل عام هو هيدروجين على الرغم بيكون انه مشبع بالمعادن. اوكي وبيحكي عن المعادن اللي هي مش العناصر اللي بتكون مش ابتدائيه. اوكي بعدين ثالث نقطه بقول لك انه هدول كلهم هدول مسكونسبشنز سوء فهم. اوكي اول شيء الغاز بتشكل الغاز اللي جاي من السوبر نوفا راح بالتالي يخلط مع غاز اخر راح يدوب في حوض عام. اوكي من ما يسمى الانترستيلر ميديوم يعني من الحيز يعني ما بين النجمة. اوكي ISM اختصارا فبعض من هذا ممكن يبرد لحتى يشكل سحابة من المولكيولز من جزيئات. اوكي سحابة جزيئية سحابة جزيئيات مثل يعني هون عم بقول غاز كلاود مثل ايه مثل انه مثلا سحابة الغاز بتكون هي اصلا يعني طاغي فيها الهيدروجين. الهيدروجين بيكون H2 وال H2 بيكون عبارة عن جزيء مش مجرد ذرة. ال H لحالة هي ذرة وال H2 بتصير جزيء فهون بصير عندك غاز تمام مكون من جزيء. اوكي هلا واللي هي بدورها ممكن تصير يعني موقع لتشكل نجم جديد. اوكي فنحن بنعرف انه الشمس هون بتكون مشكله من مواد مشبعه او يعني
مليانة كتير شغلات، اوكي، واللي هي بتكون عبارة عن خليط من الغازات الأولية مع حقن من عدة سوبر نوفا، عدة نجوم مستعرة. طيب آخر شيء عندنا هون بقول لك الأرض بتدور حوالين نفسها من الغرب للشرق، فلماذا لا تدور من الشرق إلى الغرب مثل كوكب الزهرة التي تشبه الأرض؟ طيب السبب هو باختصار هو الحقل المغناطيسي تبع الكرة الأرضية، أوكي، فاللي هو بيدور من الشرق، عفوا من الغرب للشرق، أوكي، الدوران تبع الأرض بيكون هو السبب تبع التشكل تبع الليل والنهار، فالاتجاه تبع دوران الأرض بيكون من من الغرب للشرق، أوكي، مثل ما هو بينشاف من نجمة القطب الشمالي. يعني لو وقفت عند نجمة القطب الشمالي، أوكي، حتشوف الأرض بتبرم من الغرب نحو الشرق. مشان هيك الأشياء الثانية مثلا الشمس بتشوفها شو تطلع من الشرق نحو الغرب، عرفت شو قصدي؟ يعني الأرض بتبرم هيك، هذا الشمس، أوكي، اوكي خلينا نشوف بس من الغرب نحو الشرق، فاذا الغرب هون وهذا الشرق هون، اوكي بالعكس يعني، فاذا حطينا هون الشمس بتصير هيك تطلع، فهمت كيف؟ يعني هذا من هون الشرق وهذا الغرب، اوكي؟ فهذا الشرق وهذا غرب، الارض بتبرم من شو؟ من الغرب بدءا نحو الشرق. اوكي. المهم. ماشي، يعني انت لازم تشوف الشمس تبرم بالعكس، اوكي، طبعا ايه انه اصلا انه من الغرب نحو الشرق هيك انا برمت بالعكس يعني، اوكي، او بتبرم من الغرب تحت الشرق، فبحيث انه الشمس بتصير يعني بتبرم بالعكس هيك والشمس بتبلش من هون، فانت لما تبلش هيك بتصير الشمس تطلع هيك، فهمت كيف؟ عم بقول شو البرم الغلط اللي انا برمته، اوكي؟ ايه يعني هي الارض بتبرم نحو الشرق، انما باقي الكواكب كلهم بيطلعوا بيبرموا نحو الغرب، عرفت كيف؟ بالعكس، ماشي؟ يعني الأرض بتمرق هيك بتصير العملية، تمام؟ ما كل الموضوع، ما طريقة تعبير عن الموضوع أفضل بكتير، تمام؟ إن شاء الله تكون أنتوا وضحت معكم الأمور، تمام؟ وهذا كل اللي قدرت أجمعه من أسئلة، والسلام.